الحصاد من الجزائر الدولية. أهلا بكم، إليكم العناوين. المنتخب الجزائري لكرة القدم يواجه نظيره منتخب غينيا الاستوائية في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا. المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا يلتقي الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في ختام زيارة إلى مخيمات اللاجئين. تجدد المظاهرات في باماكو رفضا لعقوبات كواس وتثمينا للمواقف الداعية لرفعها. حركة الشباب الصومالية تتبنى عملية استهداف المتحدث باسم الحكومة في هجوم وسط العاصمة. جواز السفر الصحي يثير موجة غضب ومظاهرات في عدة دول أوروبية، والبرلمان الفرنسي يقر نهائيا جواز التطعيم. أهلا بكم مشاهدينا. إذن يواجه في هذه الأثناء المنتخب الجزائري منتخب غينيا الاستوائية لحساب الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في مباراة التدارك بنسبة تشكيلة جمال بلماضي بعد التعادل المفاجئ في أول مباراة أمام منتخب سيراليون. وسيكون المنتخب الجزائري مطالبا بتحقيق الفوز وتسجيل عودة قوية في المنافسة التي يطمح فيها لتحقيق اللقب الثالث والثاني على التوالي. استقبل رئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي اليوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا الذي يواصل جولته في المنطقة. زيارة حظي خلالها باستقبال جماهيري بولاية السمارة، وجمعته لقاءات مع أعضاء من المجلسين الاستشاري والوطني الصحراويين. لن أفصح عن محتوى النقاشات التي دارت بين المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية ومسؤولي الجمهورية الصحراوية وقيادة الجبهة الشعبية لتحرير ساقية الحمراء وادي الذهب لكونها تأتي في إطار خاص، وكل ما يمكن أن أقوله هو أن الممثل المبعوث الشخصي للأمين العام كانت له فرصة للاطلاع المباشر على الواقع الذي يعيشه الشعب الصحراوي. إرادتنا قوية في العمل من أجل إحلال السلم والاستقرار في المنطقة، ولكنها إرادة أيضا قوية في التشبث بحقوقنا غير القابلة للمساومة وبالدفاع وباستماتة عن حقوقنا في الحرية والاستقلال. وإلى ليبيا الآن، وعشية عقد مجلس النواب الليبي جلسة مخصصة للنظر في مسألة استمرار حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة المقبلة من عدمه، مثلما أعلن عنه في وقت سابق أعضاء من الهيئة. أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أن لقاءه مع رئيس مجلس النواب عقيل الصالح أمس السبت كان مثمرا، حيث تم خلاله بحث سبل دعم العملية السياسية والدفع بالمسار الانتخابي. من جهتها جددت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني ويليامس التي تواصل زيارتها إلى دول فاعلة في ملف التأكيد على أن الحل في ليبيا لا يمر عبر تشكيل حكومة انتقالية جديدة. توفي الأحد الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كايتا في منزله بباماكو عن عمر يناهز 77 عاما. وشغل كايتا رئيسا لجمهورية مالي بين عامي 2013 و2020 قبل الإطاحة به على إثر احتجاجات شعبية. وقد شغل الرئيس المالي السابق مطلع الثمانينيات منصب مستشار في الصندوق الأوروبي للتنمية.
تتزايد حدة المظاهرات الشعبية في مالي ضد مواقف فرنسا وقرارات الإكواس القاضية بفرض عقوبات على باماكو، بوقت يستعد فيه وفد وزاري مالي لبدء زيارة إلى موريتانيا تستمر يومين يلتقي خلالها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. عقوبات الإكواس قطرة أفاضت كأس الشعب المالي المطالب برفع الفرنسيين أيديهم على القرار المالي. مظاهرات مليونية حمل خلالها المحتجون لافتات تطالب بطرد الجيش الفرنسي، فملايين الماليين المتظاهرون يرون أن تواجد الجيش الفرنسي على الأراضي المالية طيلة سنوات لم يأتي بحلول عكس ما ساهم في تردي الأوضاع، وهو ما يتطابق وإحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تؤكد أن عدد النازحين جراء الصراع المسلح في منطقة الساحل الإفريقي وخصوصا في مالي فاق 400,000 شخص. تظاهر الماليين حمل رسائل عدة، أهمها توقف المجتمع الدولي عن إملاء قرارات تخص الداخل المالي، ومرحبا في الوقت ذاته بمن وصفهم بالمساعدين على استتباب الأوضاع في البلاد. ويبدو أن السلطات في مالي تسعى لذلك من خلال زيارة وفد وزاري الاثنين إلى موريتانيا، يلتقي فيه الوفد الرئيس الموريتاني لإيجاد مخرج للحصار المطبق عليها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في وقت تواصل باريس حشد القوى الداعمة لمزاعمها القائلة بتواجد الفاغنر على الأراضي المالية، وهو ما كانت الحكومة المؤقتة المالية قد نفته من خلال بيان أكدت فيه أن المتواجدين على الأراضي المالية هم قوى أمنية مهمتها تدريب الجيش المالي، مثلما توجد قوات أوروبية على الأراضي المالية. في السودان دعت قوى الحرية والتغيير إلى إشراك أطراف دولية أخرى في المبادرة الأممية لتشمل دول الترويكا والاتحاد الأوروبي إضافة إلى لجان المقاومة السودانية، في وقت استهل المبعوث الإفريقي لقاءاته مع الفواعل السودانية، لقاءات أكد من خلالها نيته والاستماع إلى كل وجهات النظر إسهاما في تقريبها وإيجاد حل للأزمة. ما بين بوادر الانفراج ومخاوف من تأزم الأوضاع، ترقب يحدو الفواعل السياسية السودانية على ضوء المبادرات الأممية. ترحيب المجلس السيادي تلاه آخر حذر من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الذي لم يتأخر في طرح رؤيته للخروج من الأزمة، داعيا إلى إشراك أطراف دولية في المبادرة الأممية بضم الدول الترويكا، أمريكا وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي والقوى التي قاومت الإجراءات الانقلابية على حد وصفه، ناهيك عن مطالبته بسن دستور جديد وإبعاد الجيش عن السياسة. من موقع رغبتنا الأصيلة في إنجاح المبادرة، فإننا ندعو إلى توسيعها، وذلك بإنشاء آلية دولية تمثل فيها الأطراف الإقليمية والدولية بشخصيات نافذة، وتضم كلا من دول الترويكا والاتحاد الأوروبي، وتمثيلا للجيران من الدول العربية والإفريقية. في المقابل أعربت لجان المقاومة السودانية عن تمسكها بحكم مدني خالص، مشددة على عدم جدوى الوثيقة الدستورية كإطار حاكم للفترة الانتقالية، بل يجدر إدارة المرحلة عبر توافق مع مكونات الثورة والقوى المعارضة. تم توضيح أن الميثاق السياسي المزمع إعلانه سيقدم إجابات بشكل شافي للآليات وتصورات هياكل الحكم المطلوبة، كما تم تسليم مذكرة تؤكد الموقف الثابت من رفض الشراكة والتفاوض والمساومة مع اللجنة الأمنية الحالية. في الأثناء شرع مبعوث الاتحاد الإفريقي في إجراء مشاورات مع القوى السياسية في العاصمة الخرطوم، استهلها باجتماع مع الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني. المبعوث الإفريقي جدد تأكيده الاستماع لجميع وجهات النظر من أجل حل حالة الأزمة. نجا محمد إبراهيم علمو المتحدث باسم الحكومة الصومالية في محاولة اغتيال ناجمة عن تفجير انتحاري وسط العاصمة مقديشو، بما أعلنت حركة الشباب الصومالية تبنيها العملية التي وصفها رئيس الوزراء بالإرهابية.
المتحدث باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم علمو ينجو من محاولة اغتيال تناثرت على إثرها أشلاء الانتحاري في موقع تفجير أمام السيارة التي كان يستقلها، في حين أفادت تقارير باستقرار حالته الصحية. حركة الشباب الصومالية أعلنت مسؤوليتها عن العملية التي استهدفت لأول مرة بصفة مباشرة مسؤولاً في الحكومة، فيما كانت عملياتها السابقة تستهدف أماكن عامة، في وقت أدان رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في بيان التفجير ووصفه بالهجوم الإرهابي المقيت. شاهدت السيارة تسير بسرعة ورجل تشبث بجانب المركبة، لا أعرف إن كان انتحاريا، وفي الدقائق التي تلت استمعنا إلى صوت انفجار ضخم أوقعني أرضا، لست أدري من توفي، وكانت هناك بقايا للجثة المنبعثة من موقع الانفجار. العملية تأتي تزامناً مع استئناف الصومال آليتها الانتخابية التي تم تأخيرها مرات عدة والمتعثرة منذ أشهر، على خلفية توترات بين الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، توترات زادت وتيرتها بسبب هجمات حركة الشباب التي تعرف أيضاً بالفصيل الصومالي المسلح ويعود تأسيسها إلى العام 2004. إلى ذلك يسجل الصومال توتراً وزيادة في الهجمات الإرهابية في الآونة الأخيرة، حيث خلف انفجار بالقرب من مطار العاصمة مقديشو مقتل 8 أشخاص قبل أيام، وقبله بساعات هجومين آخرين وقع جنوب الصومال، ذكرت وسائل إعلام محلية أنهما خلفا سقوط 4 عسكريين. وحول الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب من العاصمة المصرية القاهرة المحلل السياسي والباحث في الشأن الإفريقي الأستاذ محمد الجزار. أهلا بكم محمد. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذنا العزيز، ومرحبا بحضرتك مشاهدي ومتابعي. شكرا جزيلا لك. إذن أستاذ محمد، إذن ليست هي المرة الأولى التي تتبنى حركة الشباب الصومالية هجومات داخل البلاد، لكنها المرة الأولى التي تستهدف فيها شخصيات رسمية، ما دلالة ذلك أستاذ محمد؟ في الحقيقة أن الدولة الصومالية خلال الفترة الحالية بتشهد حالة من تدهور الوضع الأمني في البلاد، هذا التدهور ناجم عن قيام حركة الشباب بزيادة معدلات عملياتها الإرهابية، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تعثر إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد. نعم. وآخر هذه العمليات ما تم اليوم من استهداف سيارة المتحدث الرسمي باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمه، ومحمد إبراهيم معلمه يتولى كذلك منصب كبير المستشارين الإعلاميين لرئيس الوزراء. معلمه تعرض من قبل لثلاثة محاولات اغتيال نجا منها جميعا، غير أن العملية الانتحارية التي استهدفته هذه المرة بالقرب من القصر الرئاسي أسفرت عن إصاباته بجروح طفيفة في يده وساقه، نقل على إثرها لإحدى المستشفيات العاصمة للرعاية. دلالة هذه العمليات التي تقوم بها حركة الشباب يتلخص في عدة أمور. الأمر الأول أن الحركة بتعمل على منع إتمام العملية الانتخابية المتعثرة في البلاد. نعم. والتي لا تتفق مع توجهات الحركة الأيديولوجية. ثاني هذه الدلالات أن الحركة تريد إرهاب مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة القضائية. نعم. صرح حسن علي نور رئيس المحكمة العسكرية التي تحاكم مئات من أعضاء حركة الشباب الصومالية أن الحركة. نعم. تعرف أن هناك نحو 455 شخص من أتباع الحركة. نعم أستاذ محمد مؤخرا. نعم أستاذ محمد، الهجوم الأخير يتزامن مع انتخابات نيابية تشهدها البلاد وسط انسداد سياسي بين رئيس الوزراء والرئيس، كيف يساهم هذا الوضع في تعرض الصومال إلى مزيد من التهديدات الإرهابية مستقبلا؟ نعم بالفعل، الخلاف السياسي بين الرئيس فرماجو ورئيس الحكومة محمد إبراهيم روبلا وما تبعه من حالة من انقسام سياسي خلال الأشهر الماضية القليلة. نعم. يعد أحد العوامل التي ساعدت الحركة على زيادة معدلات عملياتها الإرهابية. نعم. الحركة استغلت انشغال المؤسسات الأمنية والقيادية في البلاد بحالة الانقسام وتبادل الاتهامات بين أطراف الأزمة، وطورت من عملياتها النوعية في البلاد، واستطاعت الحركة الوصول إلى قيادات سياسية عليا مثل ما حدث اليوم من استهداف سيارة المتحدث الرسمي للحكومة،
ورغم ما تم التوصل اليه مؤخرا من اتفاق يقضي بانهاء الانتخابات البرلمانيه خلال الفتره من 15 يناير الحالي الى 25 فبراير المقبل، نعم. وكذلك ما تم اليوم من تعيين موسى يوسف رئيس جديد اللجنه الانتخابيه الصوماليه خلفا لرئيس اللجنه السابق المتهم بعدم النزاهه، هذه الامور تبشر بحلحله الازمه، لكن مع تصاعد حده هجمات الحركه الشباب، نعم. يبدو ان العمليه الانتخابيه لن تكون بمأمن من عمليتهم النوعيه. طيب، المحلل السياسي والباحث في الشان الافريقي الاستاذ محمد الجزار، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمه المصريه القاهره، شكرا لكل هذه الملاحظات، شكرا جزيلا. قتل 50 شخصا على الأقل في هجوم شمال غربي نيجيريا، وذكرت مصادر محلية أن عشرات المسلحين دخلوا المنطقة الواقعة في ولاية كيبي على دراجات نارية ليلة الجمعة، وتبادلوا إطلاق النار مع رجال الأمن، وقد اجتاح المسلحون المنطقة وأحرقوا عدد من المتاجر وصوامع الحبوب فيما كانت قرية أخرى وسط نيجيريا قد شهدت الأسبوع الماضي هجوما مماثلا، حيث قتل على الأقل 18 شخصا وأحرقت عشرة المنازل. من المنتظر أن تحتضن الجزائر لقاءات جامعة للفصائل الفلسطينية أملا في إنهاء انقسام الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية، وستنطلق المبادرة الجزائرية بعقد الفصائل لقاءات فردية تحضيرية على أن يتم الاتفاق حول برمجة لقاء جامع لاحقا. بعد جمود دام 15 عاماً تعلق الفصائل الفلسطينية آمالها على مبادرة الجزائر لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وقد تكون أولى لبنة رأب الصدع وإنهاء الانقسام، إخفاقات متتالية للمحاولات الرامية إلى لم شمل الفلسطينيين عمقتها موجة التطبيع الأخيرة، ما أفضى إلى تجميد الملف الفلسطيني، إلا أن خصوصية الجزائر بالنسبة لفلسطين حكومة وشعبا تفتح باب الأمل مجددا لجمع الفرقاء، ويرى مراقبون أن الجزائر تمتلك ثلاث أوراق تبدو رابحة لنجاح مبادراتها لجمع الفصائل الفلسطينية: الإرث التاريخي الراسخ في وجدان الشعب الفلسطيني، وقوف على بعد مسافة واحدة مع كافة الفصائل الفلسطينية، وثقل دبلوماسي طالما أيد الحق الفلسطيني في كل المحافل. جمع شمل الفرقاء الفلسطينيين مبدأ تبنته الجزائر وتجسد أكثر خلال لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بنظيره الفلسطيني محمود عباس نهاية ديسمبر الماضي. مبادرة الجزائر تأتي بعد حزمة من المبادرات العربية سعت كلها لجمع الكلمة الفلسطينية في أعقاب الانقسام الداخلي، وفي انتظار أن يكتمل النصاب وتحل بالجزائر كل الفصائل الفلسطينية، كانت حركة فتح أول الوافدين، فيما يرتقب أن تلتحق كل من حركة حماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين. نفت وزارة الطاقة اللبنانية ما تم تداوله على لسان وسائل إعلام إسرائيلية بشأن توريد غاز إسرائيلي إلى لبنان، وبأن ما يتم الحديث عنه هو كلام عار من عن الصحة. الوزارة أكدت أن اتفاقية التزويد بالغاز بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر. أعلن التحالف العربي في اليمن عن إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد بجماعة أنصار الله الحوثيين إثر عمليات جوية نفذها في محافظتي مأرب والبيضاء، وقال التحالف إنه نفذ 33 عملية استهدفت مواقع للحوثيين في مأرب شرقي العاصمة صنعاء خلال الساعات الماضية، خلفت مقتل 190 عنصرا من مسلحي الحوثي و27 عملية أخرى في البيضاء وسط البلاد، خلفت مقتل 150 آخرين. نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ضلوع بلاده في هجمات إلكترونية استهدفت مواقع حكومية أوكرانية. يحدث هذا عشية زيارة مرتقبة لوزيرة الخارجية الألمانية إلى أوكرانيا على أن تكون في روسيا بعد ذلك مباشرة في إطار المساعي لتخفيف التوتر الحاصل بالمنطقة. على الحدود بين روسيا وأوكرانيا اللاعب الأبرز هو التصعيد،
والمساعي الدبلوماسية لتخفيفه لم تنجح لحد الآن، فلا التطمينات استطاعت التغلب على الاتهامات ولا المخاوف تراجعت مع المساعي الدبلوماسية. الاتهامات الموجهة لروسيا فيما يتعلق بهجمات إلكترونية طالت مواقع حكومية في أوكرانيا نفتها موسكو على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف. كييف تلقي باللوم على موسكو في كل شيء تقريبا، حتى بسبب سوء الأحوال الجوية لديها. على الحدود التحركات العسكرية لا تحمل الكثير من التفاؤل، ولا التصريحات كذلك. المتحدث باسم الكريملين وصف الوضع بين البلدين بأنه شديد التوتر وخطير جدا على القارة الأوروبية، معتبرا في مقابلة له مع شبكة CNN الأمريكية أن واشنطن لم تقدم أي دليل على مزاعمها بشأن تخطيط موسكو لتصعيد الوضع. لحد الآن لا صدام ولا مواجهة عسكرية غير المناورات والمناوشات، وما دونهما تدور رحى مساع دبلوماسية تتحرك ضمنها ألمانيا التي تتوجه بوزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك الاثنين إلى أوكرانيا في زيارة هي الأولى لها، تزور بعدها موسكو للقاء نظيرها سيرغي لافروف الثلاثاء القادم. كل طرف له مسوغاته في الدفع بقوته العسكرية والدبلوماسية إلى حدودهما القصوى، فالنيتو وواشنطن يتذرعان بحماية أوكرانيا من اجتياح روسي محتمل، فيما تنفي موسكو ذلك منتظرة ردا مباشرا من الولايات المتحدة على الضمانات التي طلبتها، وتتعلق أساسا بعدم توسع الحلف شرقا عبر ضم أوكرانيا ودول أخرى بالمنطقة. قال رئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تجمع لمؤيديه في أريزونا إن إدارة بلاده الحالية عقدت العلاقات مع روسيا، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدد الآن بالذهاب إلى كوبا وفنزويلا، وهذا نقص في الاحترام لم تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية مع الغريم الروسي في السابق، متهما المسؤولين الأمريكيين بتعمد تعقيد الأمور من خلال الكذب بشأن روسيا. ها هو الرئيس الروسي يهدد الآن بالذهاب إلى كوبا وفنزويلا، وهذا نقص في الاحترام. سابقا لم نواجه مثل هذه المشكلة أبدا. يتساءلون ما هي أصعب دولة يمكن التعامل معها، روسيا أو الصين أو كوريا الشمالية أو إيران؟ أصعب دولة يمكن التعامل معها هي الولايات المتحدة. لدينا بعض الأشخاص المجانين الذين ابتكروا هذه الصيغ المزيفة وهم يصرخون روسيا روسيا روسيا، كل هذه الأمور مبتدعة. انتهى خطر حدوث تسونامي جراء الثوران البركاني في أرخبيل تونغا حسبما أعلن الأحد مركز التحذير من الأمواج المادية البحري العاتية في المحيط الهادئ، لكنه تسبب في أضرار مادية كبيرة في ساحل نوكولوفوا الشمالي وفق سلطات نيوزيلندا. كانت لحظات جد عسيرة على أرخبيل تونغا في المحيط الهادئ بنيوزيلندا، انتهت بزوال خطر حدوث تسونامي جراء الثوران البركاني حسب ما أعلن عنه الأحد مركز التحذير من أمواج المد البحري العاتية. لم يكن إطلاق السلطات النيوزيلندية تحذيرات من موجات المد العاتية عبر أجزاء كبيرة في المنطقة مجرد تحذيرات عابرة، فقد أدى الثوران بركاني هونغا تونغا هونغا هاباي تحت الماء إلى حدوث انفجار هائل وتطير رماد كبير. بركان هونغا تسبب في أمواج وصل ارتفاعها حوالي مترين على بعد أكثر من 10,000 كيلومتر من مركز البركان، وفي أمواج أقل ارتفاعاً على طول سواحل المحيط الهادئ من ألاسكا إلى المكسيك، فيما وصل ارتفاع أمواج أخرى إلى أكثر من متر بسواحل اليابان وكاليفورنيا. وفي الوقت الذي لم يتسبب البركان في سقوط ضحايا، إلا أنه ألحق أضراراً كبيرة حسب ما أعلنت عنه رئيسة الوزراء النيوزيلندية التي قالت أن تسونامي كان له أثر كبير على السواحل الشرقية مع لفظ البحر سفنا وصخورا كبيرة إلى الشاطئ.
أقر البرلمان الفرنسي اليوم الأحد في تصويت أخير مشروع قانون جواز التطعيم الذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعا مع تجدد تفشي وباء كوفيد-19 في وقت كان قد خرج معارضو التطعيم الإجباري والجواز الصحي في مظاهرات بالعاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى، كما خرجت مظاهرات مماثلة في عدة مدن أوروبية. مرة أخرى تعيش فرنسا ودول أوروبية عدة على وقع الاحتجاجات الرافضة للجواز الصحي وإلزامية التطعيم. العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى كانت مسرحا لمظاهرات خرج خلالها الآلاف في وقت يناقش فيه برلمان البلاد إمكانية فرض تلقي التطعيم على الراغبين في التواجد في المطاعم والمقاهي والمواصلات العامة. هذه الحركة الاحتجاجية تأتي في وقت تحاول فيه الحكومة الفرنسية بكل الوسائل التحكم في الوباء الذي تفشى في الأيام الأخيرة. وفي إيطاليا اصطدم المتظاهرون بقوات الأمن خلال مظاهرة مناهضة للتلقيح وسط روما، كما نظمت عدة مظاهرات في أماكن أخرى من إيطاليا احتجاجا على بطاقة التطعيم وعلى فرض اللقاح على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما. أما في ألمانيا فتجمع آلاف الأشخاص في أنحاء البلاد للاحتجاج، بعضهم ضد قيود الحكومة لاحتواء فيروس كورونا، في حين تظاهر آخرون ضد حركة مناهضة للتطعيم. وفي العاصمة النمساوية فيينا نزل آلاف السكان إلى شوارعها للاحتجاج على خطط الحكومة لتقديم لقاحات مضادة لكوفيد-19 إلزامية للجميع الشهر المقبل. هناك ردد المشاركون هتافات تطالب برحيل الحكومة، فيما صار يوم السبت من كل أسبوع حدثا روتينيا للتظاهر. أخبار الاقتصاد بعد هذا الفاصل. ويلتحق بنا زميل وليد مذكور وأخبار الاقتصاد. أهلا وسهلا بك وليد. أهلا زميلي رمزي. إذن نبدأ الحصاد الاقتصادي، حيث قرر مجلس الوزراء الجزائري رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي. ورفع مجلس الوزراء سعر شراء القمح الصلب من 4500 دينار إلى 6000 دينار جزائري، أما القمح اللين ف رفع سعره من 3500 دينار إلى 5000 دينار، أما مادة الشعير فرفع سعرها من 2500 دينار إلى 3400 دينار جزائري، ومادة الشوفان من 1800 دينار إلى 3400 دينار. هذا وفتح مجلس الوزراء الاستثمارات الفلاحية الناجعة وفق طاقات وقدرات البلاد. أوصى صندوق النقد الدولي تونس بإقرار إصلاحات عميقة قبل الحصول على الحزمة الأولى من قروض الهيئة المالية الدولية، إصلاحات تتضمن تقليص حجم قطاع الوظيفة العامة وكذلك خفض أجور العمال إلى جانب خصوصة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية. أيام قبل انطلاق أولى جولات مباحثات تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على القروض الموعودة، الهيئة المالية الدولية تضع شروطا مسبقة أمام البلد المتعثر ماليا واقتصاديا منذ عامين، في مقدمتها إقرار ما أسماه الصندوق إصلاحات بنيوية وعميقة. على تونس القيام بإصلاحات عميقة جدا، ولا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي بلغ أحد أعلى المستويات في العالم للحصول على مصادر تمويل دولية. المباحثات لا تزال في مرحلة تمهيدية، إذ أن صندوق النقد الدولي يريد أولا معرفة نوايا السلطات على صعيد الإصلاحات الاقتصادية. وصفة هيئة بروتون وورتز تضمنت إملاءات تحت ثوب التوصيات لتقليص عجز موازنة الدولة والدين العام الذي يناهز 100% من إجمالي الناتج الخام المحلي، بالذهاب نحو إجراءات قاسية بما فيها خفض أجور التونسيين العاملين في القطاع العام. تونس عرفت بسبب جائحة كوفيد-19 أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها في عام 1956 مشكلات كانت سابقة للجائحة، ولا سيما العجز في الميزانية والدين العام اللذان تفاقما. النمو يبقى ضعيفا وغير كاف بشكل كبير لاستيعاب معدل البطالة.
توصية الهيئة لم تتوقف هنا، بل امتدت لمطالبة السلطات التونسية باللجوء لخوصصة الشركة العمومية النشطة في 4 قطاعات استراتيجية. ثمة حاجة إلى برنامج متين وموثوق على المدى المتوسط لعرضه على الشعب، حتى لو تطلب ذلك تفسير الصعوبات بما فيها الثقل الكبير لموظفي القطاع العام، إذ أن أجور الموظفين الرسميين البالغ عددهم 650,000 تستحوذ على أكثر من نصف نفقات الدولة السنوية. برنامج متين وموثوق، هكذا فضل صندوق النقد الدولي أن يغلف شروطه كمرحلة مسبقة قبل منح تونس الأموال في مؤشر يوحي أن مساعي البلاد للحصول على القروض الدولية لن تكون يسيرة. في شأن المغاربي دائما، بدأت وزارة القوى العاملة المصرية اليوم حتى نهاية الشهر الجاري للمرة الثانية خلال أسبوع قبول طلبات المتقدمين العمل في ليبيا. وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن ثاني طلبية استخدام العمل المصرية ستخصص للعمل في المجال الطبي بدولة ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا. حققت ليبيا صادرات نفطية تجاوزت 21 مليار ونصف المليار دولار بنهاية العام الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 5 سنوات. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن تحقيق مستويات قياسية في نوفمبر وديسمبر الماضيين، حيث بلغ صافي الإيرادات خلالها 4.3 ملايير دولار بالتزامن مع انتعاش أسعار النفط. كشف رئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عزم بلاده مضاعفة إنتاجها النفطي خلال السنة الجارية لبلوغ 2 مليوني برميل يوميا من النفط. الاستثمار نما بنسبة 3.1%، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 4.9%، ونستهدف إنتاج النفط عند 2 مليوني برميل يوميا، ضعف ما خطط له بنهاية عام 2021. لقد انتقلنا من مرحلة المقاومة الشديدة إلى مرحلة التعافي، ويجب أن نتحرك نحو مرحلة الازدهار والنمو المستدام. مادورو في خطاب الاتحاد السنوي أكد أن اقتصاد بلاده نما بنسبة 4% خلال العام الماضي بعد 8 سنوات من الانكماش القياسي. رئيس الفنزويلي وأمام الجمعية الوطنية التي يقودها الحزب الاشتراكي ذكر أن فنزويلا عادت إلى مسار النمو الاقتصادي بعد 5 أعوام من الحرب الاقتصادية على حد تعبيره. بوسع القول إن فنزويلا عادت إلى مسار النمو الاقتصادي بعد 5 أعوام من الحرب الاقتصادية. اقتصادنا نما على الأرجح بنسبة 4% في عام 2021، ونتوقع انتعاشا في عام 2022. إنه إنجاز رائع لبلدنا. حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من تواصل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية خلال السنة الجارية بعد أن زادت بأكثر من الربع خلال السنة الماضية، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أزمة المحاصيل في 2011. يرتفع الطلب وتتعمق الندرة، وضعية عالمية نادرة دفعت بأسعار الغذاء لأعلى مستوى لها منذ أزمة المحاصيل في العام 2011. بتأكيد منظمة الأغذية والزراعة أن أسعار سلة الغذاء عبر المعمورة ارتفعت بأكثر من الثلث منذ 2019، في حين سجل مؤشر الفاو زيادة تجاوزت 28% خلال العام المنتهي. وضعية تبررها الهيئة الأممية بمشاكل النقل وتعطل سلاسل التوريد وسط مخاوف من ارتفاع الضغوط المعيشية في الكثير من الدول، إذ تتلاشت التحفيزات الحكومية التي ظهرت مع تداعيات جائحة كورونا وتبدأ مدخرات المستهلكين في النفاذ. ووفق بيانات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فإن ارتفاع أسعار الطعام يرجع إلى الطقس الجاف الذي يؤثر على منتجي الحبوب الكبار، ومن ذلك الجفاف في الولايات المتحدة والحريق في روسيا الذي دمر محاصيل الحبوب.
ويلقى ارتفاع أسعار الغذاء بتداعيات على الكثير من الدول لا سيما في الشرق الأوسط، حيث شكل الغلاء وتردي الظروف المعيشية دافعا للاحتجاجات والغضب الشعبي. وتعد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل السودان واليمن ولبنان وتونس ومصر الأكثر تعرضا لأسعار الغذاء المرتفعة باعتبارها أكبر المستوردين للقمح والسكر. وفي وقت سابق من الشهر الجاري أشارت منظمة الفاو إلى أنها لا ترى مجالا للتفاؤل باستقرار سوق الغذاء في العام الجاري، وأن ارتفاع كلفة المدخلات واستمرار جائحة كورونا وتقلب الظروف المناخية أكثر من أي وقت مضى، كلها مسائل لا تترك مجالا للتفاؤل بشأن عودة الأسواق إلى حالة أكثر استقرارا في العام 2023. آخر خبر في الحصاد الاقتصادي، أعود إليك زميلي رمزي. شكرا جزيلا لك وليد. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نصل لنهاية الحصاد، وهذا تذكر بأبرز ما جاء فيه من عناوين. المنتخب الجزائري لكرة القدم يواجه نظيره منتخب غينيا الاستوائية في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا. المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا يلتقي الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في ختام زيارة إلى مخيمات اللاجئين. تجدد المظاهرة في باماكو رفضا لعقوبة إكواس وتثمينا للمواقف الداعية لرفعها. حركة الشباب الصومالية تتبنى عملية استهداف المتحدث باسم الحكومة في هجوم وسط العاصمة. جواز السفر الصحي يثير موجة غضب ومظاهرات في عدة دول أوروبية، والبرلمان الفرنسي يقر نهائيا جواز التطعيم. شكرا لطيبي المتابعة، إلى اللقاء.